معانا اليوم بالاستوديو ست انا بتذكر اول مره شفتها بال2000 على ما اعتقد 6 او 2007 دخلت هيك بقول مين دي؟ حولتي زي الله. انا حولت اول مره انه ايش في؟ قالوا لي عايز ست شيرين الرفاعي. قلت اهلا. ست شيرين الرفاعي هي يعني ايقونه في عالم الموضه والستايل. اسست يو ماجازين يو من وكانوا قصص نجاح عملوا قلبه, يعني عملوا ريفولوشن كامله في عالم الماجازينز في الاردن وعربيا ايضا. واليوم عم بتحضر لجوردن فاشن ويك. صباح الخير يا حلوه. صباح النور. Good morning. I'm so happy to be with you. احنا كمان مبسوطين كتير, وصراحه احنا بصحصح بنحب دائما نسلط الضوء على كل ما هو جديد وكل ما هو مبدع في مجتمعنا, خصوصا لما تكون صاحبه الفكره هي سيده, لانه احنا مع انه المراه هي اللي بتدعم المراه. صح. ونجاح امراه معناته نجاح رهف ونجاح لنادية. اليوم بدنا نبدا نحكي عن فكره جوردن فاشن ويك. احنا بنسمع عن باريس فاشن ويك وميلان فاشن ويك, شو قصة جوردن فاشن ويك؟ هي فكرة صلها موجودة ببالي لفترة كتير طويلة, وانتو زي ما هلأ عم تقولوا بتعرفوني كتير من زمان. yes. أنا كتير عندي شغف للفاشن واشتغلت فيه لفترة كتير طويلة. نعم. بسافر على فاشن ويكس وبرجع وبتطلع بشوف إنه في عنا كتير مواهب شابة موجودة هون, وصار الوقت إنه نسلط الضوء على إبداعاتهم. فصلت تقريبا السنة عم برتب لهذا البلاتفورم, واتس زي ما دائما بقول هلا لنا حق على بلدنا ان نعطيهم هاي الفرصه. الله عليكي. سنه لكم عم من شهر 3. تيم كبير انتو. تيم كبير, وهي كل هالمنصه بتركز على الاردن. نعم. سواء عن طريق تنشيط السياحه او بالمواهب الموجوده. حتى المودلز اللي موجودين 50% منهم مودلز لوكال من أهل البلد. صلنا سنة مندرب ومنشتغل معاهم, وهلأ في عنا فترة كتير مكثفة تدريبات معاهم. شو حلو. وبرضو 50% رح يكونوا في مودلز from Italy. واو. So international models. فالمقصد إنه نتأكد إنه our local models مع المودلز الجايين من برا رح يكونوا بنفس المستوى بنفس القوة. Interesting. أنا إلي يعني أنا بتابعك من متابعينك على إنستغرام وبشوف كمية التحضيرات الهائلة, وكنت بتساءل طيب جوردن فاشن ويك إمتى سيبصر النور؟ الحمد لله إحنا عم نحكي عن 29 و30 مارتش 2019 في كامبنسكي عمان. عم نحكي عن يومين مزبوط؟ عن يومين. شيرين الرفاعي, حسيتي إنه المؤسسات الأردنية دعمت هذه الفكرة؟ كان في سبورت من قبل يعني عدد كبير من السبونسرز؟ تقبلوها ولا حسوها إشي جديد ومختلف؟ لا متقبلين. نعم. الفكرة كتير منيح. أكبر في عنا أكتر من حد عم بدعم, بس إحنا بتشجيع من وزارة السياحة وتنشيط السياحة. طبعا ومعنا هيئات كمان رسمية مثل UNHCR منا, كمان هن من البارتنرز والسبورترز اللي معنا. نعم. وأكيد يعني السبونسرز والبارتنرز دعموا كتير. دعموا بشكل كبير. أكيد, لأنه هذا مشروع كتير ضخم. نعم. أكتر من ما بقدر إني أقولكم. أكيد كان دائما في تحديات ولسه في تحديات, بس هذا الإشي مفهوم. منصة جديدة بأول سنة إلا ما يكون فيها تحديات, والشاطر اللي يقدر إنه to go through it. الحمد لله. الله عليك. إحنا شيرين كمان بدنا نخبر كل الناس اللي موجودين, كونك اتطرقتي لموضوع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة, قديه ممكن إنه الموضوع الجوردن فاشن ويك يعزز الثقافة بمجتمعنا, وقديه بتحسي إنه المصممين الأردنيين متقبلين هاي الفكرة, وشو رسالتك للأشخاص اللي لسه يمكن ما عرفوا عن جوردن فاشن ويك؟ تشجيع أو تقوية actually ثقافة الأزياء والموضة بالأردن هي من الأهداف الرئيسية. إذا بدي أحكي عن أهدافنا. نعم. إحنا أول شيء هي ولائنا للبلد, وهذا الإشي كتير واضح إنه تقريباً 95% من المصمم المحلي, يعني من المصممين هم مصممين محليين. نعم. اللي مشاركين بجوردن فاشن ويك. عنا حوالي 55 على الرنوي. عدد المشتركين بين الرنويز وبين الشورومز
73 مصمم. فيعني عنا هالقد تالنتس موجودة. شايفين هالبلد خزان للمواهب، بس احنا بدنا مين يكتشفنا صح. ويآمن فينا ويسحبنا. هذا هو هدفي. الهدف الثاني هو تنشيط السياحة زي ما حكينا طبعا. هلا الهدف الثالث هو العمل الإنساني بدنا اللي عم نعمله رح نحكي لأنه نعم. إشي كتير قريب على قلبي. نعم. I'm proud إنه فاينلي إني قدرت إني أعمل هذا الإشي. وآخر شيء إحنا هلأ وسعنا نطاق الرؤية العامة لجوردن فاشن ويك وعم ندخل بالإدوكيشن. الإدوكيشن هو بتختص أكيد بالمصممين أزياء ومجوهرات. إدوكيشن كمان في جانب تعليمي من الجوردن شو حلو فاشن. إحنا دائما بنحكي على الأعمال اللي تلحق شغفك ويعني مش زي الإعلام، في ناس بتحب تصمم أزياء، في ناس بتحب تصمم جولري، إشي كتير عظيم. أنا القصد إنه هذه كمنصة هي مزبوط بآخر نهار الإشي اللي بيشوفه الناس مودلز وديزاينرز على الرنوي، بس البنية التحتية اللي موجودة لإلها والإشياء اللي عم تعملها كتير أكتر رح تقدم للبلد. الله عليكم، يعني الاستثمار بكل ما هو أردني. أكيد. نحكي شوي عن الجانب الإنساني ست شيرين. yes. يعني إحنا بنعرف بأنه أصعب أنواع اليتم هو يتم الوطن اللاجئ، في عز الصيف بيكون بردان لأنه بحس حاله غريب، بحس حاله بعيد. الحمد لله إحنا يعني من خلال هالمبادرات وهالبروجيكتس الرائعة yes. ومن خلال حنية هالنشامة قدر الإمكان اللاجئين السوريين بالتحديد حسوا بنوع من الدفء، حسوا حالهم جزء من النسيج الاجتماعي والنسيج المجتمعي. حضرتك أيضاً بدك تركزي على هذه القضية الإنسانية، بسكم تعلموا مجموعة من الأشخاص التصميم والحياك، نحكي عن هذا. هلأ كلاجئين سوريين هني عندهم مواهب نعم. موجودة نعم. وهاي المواهب كتير من المصمم المحلي بيحتاجه، وبنفس الوقت في عن المصمم المحلي عنا كتير من الخبرات اللي بيقدر إنه يساعد فيها اللاجئ السوري، وبالتالي رح يصير في تبادل خبرات ما بين الطرفين. أول بروجكت رح نعمله إن شاء الله مع اللاجئ السوري هي كولكشن للألعاب، لأنه لما رحت زرت بالأزرق والزعتري شفت شو المواهب الموجودة ودرسناها، ومن الإشياء اللي بنقدر نبلش فيها على طول هي هاي الكولكشن. المقصد إنه نعلمهم كيف يعملوا هاي الكولكشن، نبلش نبيعها بعمان بالمقام الأول، لأنه هو بالآخر إيش اللي بيحتاجوا إنه يكون في عندهم كاش، مصدر دخل مستمر بالضبط، حتى نوفر الحياة الرغيدة ويحسوا إنهم هن برضو عم بقدموا منتجين، مش بس إنهم هن محتاجين، وهذا الإشي كتير ضروري حتى ل سلامة المجتمع نفسياً. بالضبط النفسية، الاحتياج مقابل الإنتاج مزبوط نعم. فرح يصير في أكتر من مشروع مثل هيك إن شاء الله، هذا أول إشي. وبعدين كتير في شغلات رح تصير معهم إن شاء الله. في مقولة بتقول بأنه المرأة الجميلة جميلة جداً بتكون للأسف من جوا عندها فراغ، أو هذا الإشي اللي بيحاولوا يروجوا له بالعالم، لكن أنت أكبر لسه مثال. لسه في والله لسه في ناس هيك بتفكر. كوني جميلة وصمتي. كوني جميلة وصمتي. سلوغن مرفوع من قبل بعض الستات. طبعاً، وموضوع الإير هيدز وما إلى ذلك اللي بنشوفه بالأفلام، بس أنت أكبر دليل بأنه الست تقدر تكون جميلة وعندها شغف كبير وناجحة وعندها إصرار. لأنه لما عم نحكي عن سنة من التحضيرات، أنت قلتي لنا تحت الهواء سنة 365 يوم من الصبح لليل، يعطيكي ألف عافية. أبدعتي. وإحنا كتير متحمسين نحضر جوردن فاشن ويك 29 و30 أذار بكامبنسكي عمان، وفيهم كمان للأشخاص إنهم يتوجهوا لسجلني.com ويحجزوا مقعدهم. أوكي. يعني أنا بتخيل من أهم الإيفنتس اللي رح تصير بعمان جوردن فاشن ويك. إحنا هاي الست الرائعة من ضم صوتنا لصوتها ومنشد على إيدها وكل الدعم الإعلامي اللازم طبعاً. لك يا ست شيرين الرفاعي. Thank you. Best of luck, way to go. Thank you. Thank you. يعطيكم العافية. أهلا فيكي. صح 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 ص